تغيرت، القانون تغير، ورا ما بقاتش حاجه سميتها انك تخرج البنت من المدرسه، راه بلاصه البنات هي المدرسه وما خصهمش يتزوجوا. هاد الاخوات داروا جهود. انا ما بغيتش يعني نوصل لكم الفكره ديال انهم كذبوا ولا ما كذبوش، بغيت نقول لكم بان ملي كيكون القانون واضح كيكون واضح وكيضمن الحقوق لا للنساء ولا الفتيات ولا للرجال ولا للذكور، كيكون في المصلحة ديال الجميع. اليوم حنا عندنا تحديات متعددة، وراه في الحقيقة أشكر أستاذة نهار وأشكر الأصدقاء على اختيارهم، الصديقات على اختيارهم الموضوع ديال هذا الوجه، ودورة الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والتحديات القانونية والقيود الثقافية. اليوم حتى شي واحد فينا ما يقدر ينكر منذ كنا نحتاج ماشي بعض الإصلاحات ديال زواج تزويج القاصرات، ولا ديال شويه ديال التعدد، ولا شويه ديال الحضانه، ولا شويه، راه كما قال السيد الأمين العام قبيله، راه دورة الأسرة تحتاج إلى إصلاح شامل، إلى تعديل الغوفونت، إلى تعديل شامل وجذري باش تقدر تكون كتواكب الدستور، ولا خصنا نغيروا الدستور. هذا الدستور يتحدث عن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في جميع الحقوق بما فيها الحقوق المدنية. إذا الآن الأوان نرفع الراية ونقول بأن مدونة الأسرة بينت العجز ديالها وتحتاج إلى تعديل شامل وجذري. علاش؟ هي رغم أن كاينة بزاف القوانين التميسية قبيلة سلسلة أشار إلى القانون الجنائي وغيره، لأن هي مفصلية عندها علاقة بكل شيء. أستاذة سيمو معنا هنا تقدر تقول لكم شنو العلاقة ديالها اللي عندها مع الحماية الاجتماعية، شنو هي عندها العلاقة بمختلف الاستراتيجيات القطاعية. قرأنا مؤخرا أن هناك اجتهاد قضائي ديال واحد القاضي أعطى للأم داك المنحة ديال التيسير، واعتبرناه اجتهاد. راه ماشي اجتهاد هذا، راه حق. هذيك المنحة ديال التيسير لمن خصها تعطي؟ شكون اللي كيقابل الدراري في القراية؟ والحاضرة هي حاضرة. هذه الاختلافات اللي شرح لها الأستاذ بلا، هذه الاختلافات اللي كاينة في النص القانوني وهذه المشاكل اللي كاينة اللي شرح لها الأستاذ بكر بالنسبة لمسائلها بذلك الأستاذة ماء العينين وأستاذة سيم. إذا نحن نحتاج إلى هذا التعديل الشامل، نظرا لكم مدونة الأسرة هي العصب ديال الراحة ديال مختلف القوانين. إذا ما أصبحناهاش هي عندنا مشاكل قانون جنائي والمسطرة الجنائية، إلا ما صبحناش عندنا مشاكل ديال القانون ديال مناهضة العنف، بالتالي عندها علاقة، شوفوا هي الدور ديالها عندها علاقة بالعنف، إذا نحتاج إلى الملاحقة ديال القانون مناهضة العنف مع التوجه العام ديال الدستور، وكذلك مع الإصلاحات المرتقبة بالنسبة لمدونات الأسرة. عندنا كذلك هذه الاستراتيجية الوطنية، نحتاج إلى إصلاح شامل وإلى استراتيجية وطنية. دارت السيد الأمين العام بحكم أنكم تترأسون حزبا عتيدا، نريد أن تساهموا معنا باسم الفريق الأولى لكي نحن مستوى الغرفة الأولى والثانية في مواصلة إكرام بلادنا، في مواصلة الاستراتيجية الوطنية للمساواة. هنا هي قالت الوزيرة من الإطلاعات بأنها ستعمل على تقييم إكرام جوج. إذا فينا هي الاستراتيجية الوطنية للمساواة، وهل لم يأتي الأوان؟ أنا لا أعتقد هذه الاستراتيجية الوطنية للمساواة يجب أن تكون محط نقاش أساسي. الوزارة المعنية بالحقوق الإنسانية للنساء فينا هي، واش عندنا وزارة تعنى بالتضامن بالأسرة؟ واش عندنا وزارة خصها تخدم على الأطفال؟ وزارة تخدم على الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا ما عندناش آلية وطنية تعنى بفعلية الحقوق وتعمل على ضمان تنمية مستدامة كما وردت في أهداف التنمية المستدامة. فينا هي لابارا، علاش علاش ما خرجناش لابارا؟ هي العليا للمنظمة المهدف حال جميع اشكال التمييز، وخرجنا لجنة، علاش؟ الوغ هيئة دستورية، لكن هي هيئة ديال المساواة ديال منظمة مكافحة جميع اشكال التمييز. نتكلم عن التمكين الاقتصادي وعن مجموعة من البرامج التمكين الاقتصادي في حنين،
هاد اين اثرها على مستوى التمكين الاقتصادي؟ حنا عندنا هدف ديال 8 مليار من الاهداف الدوليه المستدامه اللي تكلم عن التمكين الاقتصادي خاصه بالنسبه للنساء. كيفاش بغينا المسؤوليه المشتركه داخل المملكه العربيه الاسره؟ عندنا نسبه فقط 80% ديال النساء، لان هاد المشاكل مرتبطه بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي. تفعيل مختلف المقتضيات القوانين ديالنا سيده الوزيره، عندما كنا نتكلم شنو الشيء اللي كنهضروا عليه هنا وصل الجهات اخوات عامة كنعيشوا مع بعضياتنا على مستوى التراب ولا في الزازات ولا زاكوره ولا في كناس ولا في فاس ولا في طنجه ولا تطوان ولا في الميدلت ولا في غيرها في مختلف الربوع. شنو هذا النقاش اللي حنا كنديروا وصل للنساء؟ النساء باغيين قوانين تضمن الكرامه، باغيين قوانين ما فيهاش تمييز تحس بها انها كتمارس المواطنه، وما بغاش يجي شي حاجه اخرى من غير ممارسه تاع المواطنه، وممارسه المواطنه لن تتحقق الا بمستويات فعليه، لان تاديب هذه المقتضيات المتعلقه بالجهويه فين هي الجهويه؟ فين هي تحويل الامكانيات الماديه مع توسيع الاختصاصات في اطار التدرج والتمايز وكذا؟ فين هي هذا الشيء؟ الجامعات برامج عمل ما عنديش فلوس، والمصالح الاداره المركزه ما بغاش تعاون ما تعطينيش حتى المعلومه. معنا هنا راه العديد من المنظمات والمستشارات ورئيس الجامعات يقدروا يفسروا هذه القضيه ديال البعد الترابي واهميه تفعيل المقتضيات الترابيه. كاينه نقطه اخيره، جاء قانون التنظيم ديال القانون الماليه بمجموعه من مقتضيات الاصلاح، وركز لينا على مفهوم النجاح. كل هالورق ديالنا خصها تكون عندها القوانين ديالها خصها تكون قانون منظومة التصرف ناجح. هي تتناقض مع المساواة تتناقض مع مقتضيات الدستور. قانون التنظيمية قانون مالي كيقول لك بأن أي قانون وأي برنامج تكون عنده النجاح معنى أن ليفيكتيفيتي ديال لي دوا خصو يحرص على أساس أنه يكون عنده فعلية الحقوق وتحقيق المساواة. واخر نقطه بغيت نذكرها هو ان اليوم ان الاوان بارك علينا ما نضربوش نشرو الغربه علينا. ما بقيناش نحسبو في الاجهاض، الاجهاض كاين على مستوى المغرب في الدار البيضاء. اجيو نشوفو انه يكون حي الحسني وقومي صحات متعدده كدير الاجهاض، بعد خطرات النساء كتأدي الثمن وكنلقاو مقطعين في تطوير الزبل. ما بغيناش نتكلموا على المساواة في الإرث، رغم أننا كنعرفوا اليوم واحد العديد من الآباء والأمهات كيمشيو يقسموا لبناتهم ولادهم كيكتبوا، علاش غنبقى نتحايل؟ نبقى نكتب، عندي ولد وبنت نمشي نبقى نكتب لولدي وبنتي ونمشي ندير وصية وكذا وكذا. اليوم أنا الأوان بأن أي حاجة قدرنا نتكلم عليها في الدكان نص قانوني يحتاج أن نعيد فيه النظر بمنطق ثلاثة المنطق. منطق الواقعية، شنو كاين في الواقع وشنو خصنا نديرو، منطق المساواة، ومنطق ثالث هو الغاية. شنو الغاية بغينا؟ بغينا نحققو بغينا نمنعو الظلم، وهذا أكبر ظلم. مني البارح كنشوف السيدة عيطت في التليفون كتقول لي بأن باها كانت عنده بركة وخدمت طول حياتها في واحد المعمل في سيدي نمر شرات الدار، ولكن باش تحترم الكرامة ديال باها ما بغاتش تكتبها بسميتها، كتبتها بسميت باها، ولكن توفى الأب. هاد الأم خلاو الدار توفات الأم الكل يطالب بحقه الشرعي، تا واحد ما بغا كيتذكر بأن شكون اللي شرى الدار. إذا أنا الأوان نحسم مع قضايا فيها ازدواجية ديالنا حنا، علاش؟ لأن ما بغيناش نشوفوا واحد الواقع، الواقع كيعطينا أن المساواة راه تنمية وهي أساس التنمية وعدالة اجتماعية.